بسم الله مسار ومشرعه. بسم الله نعطي الانطلاقه للدوره السادسه من دوري الكاريكاتير لافريقيا. الحمد لله ان المهرجان دوره بعد اخرى كياكد الوجود ديالو فوجد الوجود ديالو داخليا وطنيا وعالميا، فمشاركة 30 رسام مغربي فهذا دليل أن وطنيا أنه أصبح رقم واحد في الكاريكاتير في المغرب، مهرجان الكاريكاتير في المغرب. كذلك عالميا مشاركة 70 دولة ما سهلاش، 70 دولة كتمثل بأن المهرجان معروف عالميا وله صدقية في لا في اختيارات لجنة التحكيم وكذلك وفي مثلا في معارض التي يعملها المهرجان كل سنة في أماكن لها رمزية خاصة. إذن فمشاركة 72 دولة 70 دولة وتقريبا 370 رسام حوالي الأعمال تقريبا 1100 عمل، فالمهرجان هو في الطريق ان شاء الله. ان شاء الله مازال غادي يتطور وكل سنه على سنه كنحاولوا نزيدوا بعض البرامج في خلال كانت مثلا 3 ايام دابا وصلنا مثلا 4 ايام في مدينه اكادير، كنزوروا مناطق اللي بعيده شويه على اكادير، تشيره مثلا يكون عندنا فيها معرض، كنشتغلوا كذلك مع الطفل، كاين هناك جائزة للطفل خاصة هي بنفس الموضوع، هناك 5 جوائز يأخذها إن شاء الله الأطفال، كنديروا ورشات مع الأطفال، كاين كذلك مهم مجموعة ديال البرامج في إطار هذا. المهم هو بالنسبة لنا موسم كاريكاتوري كنحتفلوا به احنا الرسامين المغاربه وكذلك العالميين، هناك كذلك ضيوف اجانب من البرتغال، من افريقيا، من السنغال، من مصر، فالسنه كل سنه كنضيفوا بعض الاشياء اللي كتعطي رونق خاص للمهرجان، والمهرجان كيتبت الوجود ديالو ان شاء الله يكون مازال ان شاء الله نطوروا في نحن في الطريق ان شاء الله. المهرجان كل دوره كيكرم احد رواد الكاريكاتير ببلادنا، فقمنا بتكريم الرواد تقريبا كاملين، المرحوم المهدي ابراهيم، استاذ العربي صبان، استاذ نفلوس، المرحوم محمد الفيلالي، المرحوم حموده، والان جاء دور القيدوم السي بوهالي حميد لما قدمه هذا الفنان من تضحيات من أجل الكاريكاتير. فالإنسان فهذا الفنان هذا سبق لأنه عرف الاعتقال في سنوات الرصاص، وكان من مؤسسي جريدة أخبار السوق، وكذلك كان مدير جريدة التقشاب اللي كانت كلها كاريكاتير، فجاء الدور دياله لهذه السنة أنه يكون عريس هذه الدورة.